طيب خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي كواليس عفوا بعثة الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي في الكونغو قبل مواجهة بقى فيتا كلوب، ومراسلنا هناك كريم أحمد عشان يطلعنا على إيه الجديد معاه. يا كريم نصبح عليك أنا وكريم وكل دلوقتي مشاهدي 10 صبح في الأهلي منتظرين منك الكواليس وإيه الجديد دلوقتي اللي بيحصل مع الفريق. اتفضل يا كريم. صباح الخير طبعا عليك زميلتي العزيزه نهاوند، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي مع اليوم الثالث هنا في كينشاسا، استعدادا طبعا للمواجهه المرتقبه والمنتظره فيتا كلوب الكونغولي والنادي الاهلي غدا في الثانيه ظهرا بتوقيت كينشاسا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي، الاستعدادات بالنسبه للتدريبات التركيز والجديه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله كلها مردود وتنعكس على كل اللاعبين غدا في موعد المباراه. حابين طبعا من خلالكم نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، مدى تركيزهم النهارده، كمان اليوم هيكون عامل ازاي مع لعيبه النادي الاهلي. ابدا معاك زميلتي نهاوند زميلي كريم، النهارده صباحا 10 صباحا بتوقيت كينشاسا هيكون المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع كابتن فريق النادي الاهلي، ممكن يكون متواجد الشناوي، رامي ربيعة، ايمن اشرف، لم يحدد هذا الامر لكن هيحدد خلال لحظات. يليه مباشره الاجتماع الفني، الاجتماع الفني يحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا الكابتن سمير عدلي رئيس الجهاز الاداري مع الكابتن ماهر عبد العزيز المدير الاداري لفريق النادي الاهلي. يمكن الاجتماع الفني احنا عارفين كل الامور الخاصه بقى بالوصول للتيشيرتات الطاقم اللي هيرتديه النادي الاهلي، وايضا كمان فيتا كلوب الكونغولي للتاكيد على الاجراءات الاحترازيه والوقايه. كل الامور دي اكيد امور معتاده لفريق النادي الاهلي ومعتاده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء في الثانيه ظهرا بتوقيت كينشاسا. الرطوبه صعبه جدا هنا، ويمكن كل مره بناكد على هذا الامر، يعني صباحا دلوقتي درجه الحراره يمكن هي 26 او 27 لكن بتصل 32 و35، لكن الامر الاصعب هي الرطوبه. في اللحظات اللي انا بكلمكم فيها الرطوبه وصلت ل 89%، امر صعب جدا بالتاكيد، يعني حاله التنفس مع الاجهاد مع الجري مع الترتان اللي يمكن يعني مش عايزين يبقى ليه تاثير كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله تدريب الامس كان تدريب جيد للفريق. لعيبه النادي الاهلي شافت الملعب بالكامل، بيتسو موسيماني حاول يتكلم مع لعيبه النادي الاهلي على ان تكون التمريرات فيها دقه كبيره جدا، لابد يكون في تقارب خطوط بشكل كبير مع القراءه الفنيه المميزه اللي بيقراها بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي. الكل بيتفرج على المباراه، الكل بيتابع نقاط القوه والضعف، يمكن الهايلايتس اللي كان في المباراه الاخيره بالنسبه فريق النادي الاهلي والفرص الضائعه العديده جدا كل اللعيبه شافتها واكدت على هذا الامر، لابد ان احنا نستغل انصاف الفرص، كل فرصه لابد ان هي تيجي للنادي الاهلي لابد ان هو يستغلها بشكل مميز جدا، لان الفرص مش هتيجي بشكل كبير جدا في مباراه بقوه هذه المباراه مع الجو والمناخ والطقس اللي احنا فيه هنا في كينشاسا. ايضا كمان تدريب النادي الاهلي النهارده كعادته طبعا هيكون بحضور وسائل الاعلام، 15 دقيقه كالعاده من الاتحاد الافريقي، ثم مباشره يتم غلق المران تماما سواء للنادي الاهلي وايضا كمان لفريق فيتا كلوب الكونغولي. لكن الامور الطيبه واللي حابين نطمن طبعا كل جمهورنا وجمهور النادي الاهلي عليها حاله بعض اللاعبين اللي يمكن امس كان في تساؤلات عديده جدا سواء على محمد هاني وايضا كمان طاهر محمد طاهر وعمر السليه. ابدا معاكم بمحمد هاني، محمد هاني باصراره الكبير وبرجولته الكبيره جدا ان شاء الله يكون متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي، ومنها باذن الله غدا يكون لي فرصه كبيره ودور كبير في مباراه يوم الثلاثاء. طاهر محمد طاهر وعمر السليه اجهاد فقط لا غير، مفيش اي كرامبات، مفيش اي اصابات، مفيش اي امور خاصه يمكن اطمنا بشكل عام عامه من الجهاز الطبي للدكتور احمد ابو عبله اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الجهاز بالكامل في تجهيز اللاعبين في تهيئ اللاعبين. الجو هنا والرطوبه هنا ممكن يبقى ليها تاثير على لعيبه النادي الاهلي، لكن الحقيقه كل واحد في بعثه النادي الاهلي بيعمل بكل جديه لان عارفين اهميه هذه المباراه. ثلاث لاعبين اللي اتكلمنا عليهم ان شاء الله يكونوا موجودين بشكل مميز وطيب جدا سواء ليهم دور في المباراه وايضا كمان على دكه البدلاء. الامر كمان يا زميلي كريم زميلتي الهواند احنا عندنا غيابات مؤثره طبعا في فريق النادي الاهلي على راسها علي معلول، لكن بنقول ان علي معلول غيابه بيدي دفعه كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي والرغبه بتكون اكبر لان وجوده هيكون ليه قيمه كبيره جدا. وليد سليمان ايضا كمان بيغيب على النادي الاهلي، لكن الاهلي بمنحدر مش كلمه فقط لا غير، الاهلي بمنحدر في المواقف دي بتنعكس مع فريق النادي الاهلي، شخصيه اللاعبين هي اللي بتحسم هذه المباراه، الفنيات موجوده، التحضير موجود، كل الامور دي معتاد عليها النادي الاهلي، لكن المباريات الحساسه اللي زي كده بالاصرار الكبير وبروح النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي تحسم اي مباراه مهما كان المنافس ومهما كان ايضا الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في حاله التركيز، تدريب النهارده يخرج بدون اي اصابات وبدون اي امور خاصه لفريق النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله غدا يكون النادي الاهلي في قمه استعداده لمباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، لا يكون على ملعب الشهداء في الثانيه ظهرا بتوقيت كينشاسا
عودة للاستوديو مرة تانية وزميلتي العزيزة نهاوند وزميلي العزيز كريم. يا رب يا كريم تضم صوتنا لصوتك، واعتقد يعني ال 80 مليون ويمكن اكتر كمان صوت يعني بيضم صوتهم لينا، وان شاء الله الفوز بكره يكون اهلاوي، ربنا مع الفريق باذن الله. بشكرك جدا، واكيد تغطيتنا هتبقى مستمره مع حضراتكم على قناه الاهلي، وكريم احمد مراسلنا هيكون بيغطي كل الكواليس لحضراتكم.